سيد محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. سيد محمد، كيف تعلق على استمرار الاعتقالات لفلسطينيين سواء في القدس أو في الضفة المحتلة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم والتحذيرات المتكررة والمستمرة من مخاطره، خصوصا على الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، مما لا شك فيه أن هذه الممارسة التي تقوم بها قوات الاحتلال تعزز أن هذه العنصرية لا زالت تسري في سياسة الاحتلال. كل الخطوط الحمراء في العالم كسرت، اتفاقيات، هدن، سلام، كل هذه المعادلات في العالم كسرت، وكل الأنظار توجهت نحو الحالة الإنسانية. حتى أن أسر حتى أن معتقلين جنائيين في دول العالم أفرج عنهم لهذه الجائحة، إلا في دولة الكيان الإسرائيلي التي أفرجت عن جنائيين إسرائيليين وأبقت على الأسرى الفلسطينيين، بل وعلى العكس قامت باعتقال مسنين في آخر 96 ساعة. تم اعتقال أبو عاصف البرغوثي وكذلك الشيخ محمد أبو طير، وهم من كبار السن في الوقت الذي تم تمديد الاعتقال الإداري فيه للشيخ القيادي في حماس حسن يوسف، وهو أيضا مريض. نعم. يعني هذه الممارسة تعني أن الاحتلال لا يريد من الفلسطيني إلا أن يبقى في معادلة الخطر والموت والمرض والإهمال والعنصرية. كذلك نريد أن نشير أيضا إلى اعتقال الأطفال الذي يدين المجتمع الدولي اعتقالهم، طبعا السن المحدد لهؤلاء الأطفال. هناك أيضا نريد أن نوضح للمشاهد، هناك الحديث عن اعتقال أطفال مقدسيين داخل بيوتهم، وطبعا ناشدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالإفراج عن هؤلاء الأطفال. ما طبيعة هذا الاعتقال لو توضح لنا سيد محمد؟ الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال عدة أساليب للتضييق على الفلسطينيين. إذا ما نظرنا إلى مدينة القدس المحتلة فهو يرى بأن كل سياسة له فيها تؤدي إلى ترك القدس من أهلها والهجرة والخروج إلى الضفة الغربية، وهو يراهن على ذلك في ظل صمود وثبات المقدسيين. إذا ما أخذنا ملف الحبس المنزلي، هذا الملف أو ما يسمى بالإقامة الجبرية في داخل المنزل، هذا من عنصرية الاحتلال أنه يقوم باعتقال الطفل، وحتى لا يتم الاستمرار الإحراج الدولي والمخالفة للقوانين يلتف على القوانين ويعتقل الطفل في منزله. قد يقول قائل بأنه خلص طالما هو في المنزل ليس معتقلا، لا، هذا يضاف إليه عدة تعقيدات، من إخراج الإنترنت من المنزل، من إبقاء الكفالة على الوالد، من إبقاء ساعة التحذير. كل هذه الإجراءات من الفحوصات اليومية تجعل من العائلة كلها مقيدة، ولا يحسب أيضا مدة الاعتقال حتى يصل إلى سن معينة، ومن ثم يعاد اعتقاله ويحكم من جديد. يعني كأنه فقط يعاقب على أي إدانة مرتين، مرة بالحبس المنزلي والإقامة الجبرية، وهذا على عاتق الأهالي، ويلزمونهم بكفالات وغرامات وتضييق وتقييد أمني، وأيضا بعد أن يبلغ سن القانوني يقوم باعتقال ومحاكمته ضمن الإجراءات المعتادة. وهذا ما حدث مع المئات من الأطفال المقدسيين، كما أنه حدث مع أحد الأسرى الأطفال المقدسيين أحمد مناصرة، والكل يعلم قصة أحمد مناصرة حينما تم اعتقاله وأبقي إلى أن بلغ سن القانوني وعرض على المحاكمة، يعني بقي في السجن وعرض على المحاكمة. هناك زوايا أخرى في الاعتقال الأطفال، حيث يسمونها مراكز التأهيل، موجودة في شمال فلسطين المحتلة عام 48، ينقلون الطفل إليها بأجواء غير اعتقال، ولكنها أجواء غسل دماغ، يضعون من بجواره ومن حوله علماء نفس وعلماء أمنيين ليغسلوا دماغ الطفل، في إطار أنهم يؤهلونه كونه غير بالغ سن القانونية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الفلسطيني سيد محمد القيق على مشاركتك معنا.